capture love in a heart-shaped box. Hide the key so we don't get lost. I'm love. ميسة مغربي ممثلة إعلامية منتجة ومخرجة في الإعلام نجحت جدا على هذا الكرسي يبوحون بالقليل والصادق الكثير وفي التمثيل أعمالها تتكلم عن موهبتها لا تفلسف على راسي لو سمحت طلع سيارتك وخلني أصفق ومع أنها مغربية ولكن أعمالها سعودي أنا بنت الدراما السعودية أنا بديت من 21 سنة مسلسل سعودي فأنا ما بديت التمثيل في المغرب أو في أي وطن عربي آخر وما نجحت ودورت على فرصة ثانية لا لا أنا انطلقت من السعودية ما حق اللي شاف على يدين هذيك اللي ما تخاف الله تشارك ميسة من خلال أفلام المهرجانات لأن يهمها أن تحكي عن قضية اجتماعية مثل هالفيلم البطلة تكون تحب الرسم وهي صغيرة فالفيلم هو عن تمكين المرأة بالعموم وعن كيف تم استرداد حق الفن السعودي من خلال تجربة الأستاذة الكبيرة توحى الله يطول في عمرها اللي شاركت معنا هي in person كضيفة شرف بمشهدين وأدت دورها ممثلة ثانية ناسي أنك عندك بيت مرأة ولد جاي من بالطريق ومن الممثلات اللي اشتغلت معاهم وتحولت لأم لهم هي ميرال فيلم وجوه محرمة تعالي 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 شفت هذه؟ بين 58 طفلة اخترت ميرال قولي لهم ليش اخترتك؟ لأنه كانت شخصيتي مرة جريئة وقت الفيلم وكنت مرة يعني شعنونة كانت شعنونة تعبي على الطريق وانت رايحة بميتي ها؟ لا أبغاك انت توصلني عند الباب ميسة خبرتنا عن موهبة ميرال أنا اشتغلت مع ممثلات كثر يعني في الوطن العربي كله من الممثلات ما شاء الله ما شاء الله الدقيقات جدا عينها تلقط إذا أنا سويت المشهد قدامها بتأكد تماما إنه هي راح تسويه مثلي بالضبط وعن التمرينات اللي صارت قبل قولي له كيف اشتغلنا مع بعض؟ كم قعدنا مع بعض؟ قبل الفيلم قعدنا 10 أيام 10 أيام بس كلها معاي all the time عشان ناخذ على بعض وعشان تسمع مني ميرال تسمي ميسة هي بتقول لي ماما ميوس أحبك ماما ميسة مثل ما خبرتنا عن علاقتها بميسة من أفضل التجارب ومرة ماما ميسة مرة كانت جننة شكرا ميرال ميسة اللي تهتم بالأفلام الجدية والقصيرة هل ممكن أيضا بأن تعمل على أفلام تجارية؟ 3 to 1 action it's a commercial movie commercial لا يعني أنه رخيص ولا يرتقي إلى الذائقة بس commercial يعني تجاري مو فيلم مهرجانات clear the set ما أبغى أي مخلوق يعرف متى راح أوصل اللوكيشن ممنوع أشوف أي أحد فيكم لابس زي الثاني كرني يا رجل إضاءة زي ما كانت وشو اللي خلاها تصير منتجة؟ يعني أنا لما أنتج it's not a business for business أنا أنتج الأعمال اللي مقتنعة فيها فقط ولازم ما أسترخص ولا أستسل فإذا ما كان عندي الكابابيليتي إني أطلع عمل شبه متكامل أتليست إنتاج فأنا ما أسوي ليتلي البلاتفورم صار واقع قوي جدا تتوقعون ميسا ما تخاف على السينما؟ لا أنا أقول لك مع وجود البلاتفورمز الجديدة والمنصات الكثيرة العالمية والعربية في انتعاشة سواء للأفلام أو للمسلسلات وأنا أشوف أنه في بعض الأفلام ترى تنشاف أكثر لما تنحط على بلاتفورم ميسا مغربية ممثلة ناجحة وعلاقاتها الاجتماعية جيدة أما بخصوص الصداقات مع الكوليجز أنا صديقة الكل بس ما عندي علاقات يعني وطيدة بكثير ناس لأن أنا أحب أحافظ على الكومفورت زون حقي ونقدر ننهي الانترفيو قبل ما نسألها عن سر جمالها الإبرة الوحيدة اللي أسويها 3D تسوي ريجوفينيشن إتس ميزوثيرابي بس تقنية جديدة فتنور لك الوجه بدون ما تو أد فوليوم من زهرة الخليج نتمنى لك الجمال والنجاح الدائم لكل عشاق الفن وداعميه أحبكم من قلبي ويا رب دائما أقدم لكم ما يرتقي إلى ذائقتكم وهجوتكم فينا ما يسامحكم